طبعا الآن سنقف على شرح الأبيات بشكل سريع. لاحظوا البيت الأول. البيت الأول تقول فيه: صدى ضائع كسراب بعيد يجاذب روحي صباح مساء. طبعا تقول هنا إن حلمي المفقود، لاحظوا عنه، إن حلمي المفقود الذي أتوق إليه لا يفارق مخيلتي ليلا ونهار. تنتقل إلى البيت الثاني: إذا سمعت حياتي ارتمت حنينا ونادته ألف نداء. طبعا برجع بذكر أنه أثناء الشرح يجب أن أتحدث بلسان الشاعر، يعني بكرة ما تشرح تقول الشاعر أو تقصد الشاعر أو كذا، لا، بتروح كل الدرجة. يعني أنا عندما أريد أن أشرح بأسلوبي أنا، طبعا بلسان الشاعرة. يعني لاحظوا أنا أقول إذا سمعت حياتي، الآن أتحدث باسم الشاعرة، ما أقول والله تقصد الشاعرة كذا أو قالت الشاعرة كذا. فلاحظوا أقول: كلما تذكرته وخطر ببالي تأجج قلبي بالحنين وصرخت مناديا عليه، يموت على رجعه كل جرح بقلبي ويشرق كل رجاء. وعندما أسمع صداه يموت على رجعه، أي الصدى، وعندما أسمع صداه تهدأ نفسي وتلتئم كل جراحاتي وينبعث في الأمل من جديد، ويمضي شعوري في نشوة يخدر حلم يوتوبيا وأنتشي طربا عندما أشعر باقتراب هذا الحلم وحلوله. ويوتوبيا حلم في دمي أموت وأحيا على ذكره. اليوتوبيا والمثالية حلم يتغلغل في عروقي ويسري في دمي ويلازمني في محياي ومماتي. تخيلت بلدا من عبير على أفق حرت في سره، إنه بلد جميل يفوح بالعبير أقع في حيرة من روعته. هناك حيث تذوب القيود وينطلق الفكر من أسره، وهو بلد قائم على الحرية حيث تنتفي فيه قيود الاستغلال والرقابة، وحيث تنام عيون الحياة هناك تمتد يوتوبيا، وفيها تبدو الحياة آمنة هادئة مستقرة ووادعة هنيئة. ومرت حياتي مرت سدى ولا شيء يطفئ نار الحنين. لقد طوى الدهر أيام حياتي دون فائدة، ولن تخمد أشواقي وأمنياتي دون هذا الحلم. يطول على قلب الانتظار وأغرق في بحر يأس حزين. لقد سئمت الانتظار والترقب حتى سيطر اليأس والقنوط علي. أحاول أن أتعزى بشيء، بغاب، بواد، بظلة تين. أحاول أن أواسي نفسي تمام وأهرب من واقع إلى الطبيعة الخلابة. ثم تقول دقائق ثم أخيب وأهتف لا شيء يشبه يوتوبيا. إذن سرعان ما يخيب ظني في الطبيعة لأعاود التفكير في هذا الحلم. سأبقى تجاذبني الأمنيات إلى الأفق السرمدي البعيد. سأظل حالمة باليوتوبيا وسيبقى الأمل يلازمني على الدوام. وأحلم وأحلم لا أستفيق إلا لأحلم حلما جديدا. وأتمنى أن أبقى في حلمي هذا، وأتمنى أن أبقى في حلمي هذا ولا أستيقظ منه إلا لأحلم بهذا الحلم من جديد. وأسأل حتى يموت السؤال على شفتي ويخبو النشيد. وسأبقى أردد الأسئلة وأتلوها مرارا حتى تملى شفتي منها. وحين أموت وقلبي على موعد مع يوتوبيا. وعندما يدركني الموت سيبقى خيالي يفكر بها، أي بهذه اليوتوبيا، حتى في ساعات احتضاره.